الخبر الاول اللي عادنا عن عمر ورهف واقوى مقلب نزلوه بقناتهم، وبنفس الوقت يا حبايب هم يتحدون عمر ورهف ان بنقدر نفجر التعليقات اللي عندهم بمملكه القصص، وراح انتظر رد منكم تفجرهم التعليقات والكومنتات واللايكات. الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عادنا هم شاهد وسمد، فشاهد وسمد نزلوا على حسابهم بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات اول شيء صاروا يقولون انه بنتهم ميرا هي حاليا مرضانة، وبعدها بالستوري الثاني اعلنوا من خلال انه راح ينزلوا مقطع اليوم راح يكون مقلب بشكل قوي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عادنا فهي رغده، فرغده نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوري صارت تقول بها هي قاعده تجهز لنا مقاطع يوتيوب، راح تكون مقاطع رهيبه، راح احط لكم الستوريات شوفوها. طبعا اذا انكم منتبهين انا مش كثير عم بنزل ستوريات على الانستغرام، بس عشان عم بصور لكم يوتيوب فيديوز، ففي هيك كم من فيديو راح يطلع من هون عشان هيك. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني ورد على بيسان اسماعيل، فاللي ما اعرف شنو اللي صاير انه بالبدايه بيسان اسماعيل نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، جات كاتبه بيها انه هذه الصوره كانت ثاني يوم من عيد الام، انه اساس هي مسافره يوم 22 بالشهر، انه يعني اساس بيسان مسافره قبل جواني لالمانيا، فمحمد جواني رد عليه ونزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، بالبدايه كان حاط بها اغنيه ترجعي لي، وصار بعدها يحكي على بيسان وخلى اصدقائه انه يتفلون عليها، راح احط لكم الستوريات كامله اللي حاب نشوفها. شرطي اتمنى موتي، انا شو كثير مش شرط منك، يعني انا كثير زعلان عليك، يعني انا رغبت ثلاث حياتي، شو رايك انت؟ فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم رد بيسان ورد محمد جواني عليها. الخبر الثالث اللي عدنا عن طارق الباشا وفضيحه البيسان وامها، في المعرفش اللي صاير نسار تيوب نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب وحاولت تتهمه وسمتكت انه هو تواصل وياي وطلب من عدني افضح محمد جواني ونسيت احد المحادثات الكذبيه، رغم ان الواضح اساسا الموضوع عباره عن كذب، ولكن طارق الباشا نزل مقطع وفضح الموضوع بالكامل، فحط لكم اياه بالوصف راح تشوفوه وتعرفون هذول الاشخاص شنو قاعدين يسوون. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفوا من حقيقه بيسان اسماعيل واخفاها الاسم اسامه مروه من التعليقات اللي عدها، اما اللي ساعدنا السبب فصراحه ما ادري، ولكن بما انه هي عندها مشكله ويا ريم بيوتي وانس واصاله وخفي اساميهم فشالت اسم اسامه من التعليقات. اما بالنسبه للدليل اخر مقطع نزلوا ننزل بيع التعليقات وراح نكتب اسامه مروه ادرو على الكلمه ثلاثه ثواني عم تفضل تعليق وتعليق الاشخاص حقا وراي بقى من فضل مزير غير الحساب عم نشوف التعليق اللي حطها للناس او لا، بقى من غير الحساب ونزل بيع التعليقات وراح نكتب الكلمه ثلاثه ثواني راح نشوف انه تعليق مظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر بحركه اخفاء اسم اسامه مروه من التعليقات اللي عادها. الخبر الخامس اللي عادنا عن مريم ومرضها، فمريم نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات صارت تقول بها انه هذه الفتره اللي قاطعه بها على اليوتيوب هي كانت بسبب انه هي مرضانه، وبنفس الوقت صارت تبكي انه هي مشتاقه لمحمد جواني اللي هو حاليا مسافر لالمانيا وهي حاليا بتركيا، فالله شافيها يا رب راح احطكم الستوري تشوفوها. بعرف مثل ما انتم عم تكتبوا لي وينك مريم اشتقنا لك، ليه ما عم تطلعي، شو بكي مريضه مش مريضه؟ اول شيء انا حبيبتي مريضه الحمد لله، بس اليوم كثير احسن عشان هيك كل هالفتره ما كنت عم بحكي، وغير هيك مثل ما بتعرفوا ابو جوز سافر وانا مثل شو بقولوا الحزين طير الحزين، عشان مثل ما بتعرفوا انا وجواني وبس قلنا صنعت مقطع حبايب، لسه مقطع رهف عمر في الجروب الكومنتات، ولسه مقطع طارق الباشا في الجروب وعرف الحقيقه، وبس كان كوفيزي مقطع من القصص، ومع السلامه.